ايام جدي وجدك كان الكل يأتنس بعضه مع بعض، الكل يتواصل، رغم ان لم يكن هناك هذه الوسائل الحديثة. يعني انت ربما في بلد وعمك وخالك وعمتك في بلد اخرى عن طريق الهاتف هذا ببساطة بتكلفة يعني فلسات معدودة ودراهم معدودة تتصل وتأخذ ثواب صلة الرحم. المسألة ليست صعبة، لكن المصيبة ان يكون العم جارا لابناء اخيه والخال جارا لابناء اخته ولا يسأل احد عن احد. الاخ يقاطع اخاه، لا ان يصرف حسب، لا يقطع قطيعة الرحم، لان اذهب اليه ولا يعودني ما لهمش وماله. قال ابو هريرة رحمني يا رسول الله، اصلهم ويقطعونني، يعني ابرهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويسألون علي. قال كن كما انت ابا هريرة، كما انت، يعني واصل هذا وليس اقصر بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلح. وافضل الوصل الرحم الكاشح، بمعنى الرحم المغاضب لك اللي دايما كل محظوره يضيق صدرك، اللي كل ما تقعد معاه يقعد يعني يخلي صدرك ضيق، ويقعد عمك يقول لك ابوك الله يرحمه اكل ميراثنا وعمل وسوى، هذا انت مطلوب ان تصله، لان ضد هوى النفس. أمال الذين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهد يعني ايه؟ يعني جهد. وانا لما اكون ودود معك وانت ودود معي، ما القضيه؟ ما القضيه في ان يود كلانا الاخر والنتيجه سبحان الله العظيم ليس في هذه صعوبه على النفس. الصعوبه ان تقطب جبينك في وجهي وانا اصل. والكرامه والشخصيه ولماذا يصنع هذا؟ ابحث عما يوضع لك في ميزان الحسنات. ويقال انه درويش. لا اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. طب قطعه الرحم منتشره شيخنا هذه الايام؟ هي الصمه الغالبه. ولذلك مع قطيعه الدنيا والاعمال والمشاكل وكثره لا حجة لنا مطلقا، لا حجة لنا مع الهواتف ووسائل انتقال الحديث. يا اخي ده بيدخل على الانترنت بدل ما يدخل على يشوف مواقع حرام، يدخل على الانترنت يقتريبه.